بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نستعين. مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء في كل مكان أينما كنتم، انطلاقة موفقة، نتمنى التوفيق والنجاح للجميع المشاركين والمنطلقين في هذه الأشواط. أسير إلى الاندفاع مع المركز الأول إلى مقدمة هذا الشوط مع ألفية الجعدان والصدارة المركز الأول. المنطلق هناك جاء أيضا هملول مع سالم بن حمد المالكي على صدارة هذا الشوط. المركز الثاني مخلاب مانع بن حمد بن سعيد الحبسي مع المركز الثاني. المركز الثالث الوصول الآخر والتقدم من قبل أيضا هنا الحصيني أحمد بن حمد المالكي على المركز الثالث. المركز الرابع الوصول من الأسماء بشعار سعيد بن حمد الوهيبي. هذه النتيجة وهذه نتيجتنا للخمسة المراكز الأولى المنطلقة. نتمنى التوفيق للجميع المشاركين. انطلق الكل أيضا، انطلقوا من أجل الناموس مع المراكز الأولى. أيضا هناك مخلاب مانع بن حمد بن سعيد الحبسي مع المركز الأول. المنطلق مع مخلاب نحو الصدارة هذا الشوط. المندفع اللي بدأ يباعد عن بقية المشاركين أيضا مع المركز الأول. المركز الثاني الوصول من الحصيني أحمد بن محمد بن سالم المالكي، لكن مخلاب مع المركز الأول. لا منافس لمخلاب الذي انطلق مع الصدارة منذ البداية منطلقا نحو الناموس، نحو انتصار. ما شاء الله تبارك الله، الله الله الله، روح يا راعي مخلاب، الله على هذا الأداء الجميل وعلى هذا التحدي المثير. أشكرك يا الحبسي على هذا النوعية المميزة. مانع بن حمد بن سعيد الحبسي، تهانينا الناموس المركز الثاني. حامل رقم 6 سلهود سعيد بن حمد الوهيب المركز الثالث بشعار حمود بن عبد الله المالكي مع المركز الثالث مع مهند. التوقيت الزمني 2:06:59 جزء من الثانية هو التوقيت الزمني.